fiable que possible. Que le métier n'a plus été fait de اليوم بصدد لونسمون ديال لا نوفيل سيري اوبو رينو 8 تي اللي هو كيتكون دو سمارت فون الاوبو رينو 8 تي نورمال فيرسيون 4 جي وعندنا الاوبو رينو 8 تي 5 جي فيرسيون بلو بريميوم افيك ان بوزيسيونمون بلو زيلفي. هذا الهاتف كيتميز بخصائص اون فادير كيتميزو على لو مارشي ولا لا كونكورونس لان فيه حنا اجوردي اصلا في ليفينمون اون ا في لو بوين كو سور لا بارتيكولاريتي ديال لو سمارتفون يعني الخصائص اللي كتميزو على باقي الهواتف واللي غادي نذكر من غنذكر منها المايكرو لينس لو سو سمارتفون كي بيرمي دافوار المايكرو لينس يعني الميكروسكوب بدقه ديال 40 فوا سي لو سو سمارتفون اللي كي بيرمي دافوار ان كوفير ولا لو سمارتفون الباك ديالو الظهر ديالو من لو كوير سان كوير اون فيبر دو فير اللي غادي يعطيك واحد لو ستيل واحد الملمس جلدي قريب من لا رياليتي افيك كيف قلت لكم ان ديزاين تري رافيني بارابور لو بري بروبوزي كاينه لا بارتيكولاريتي واللي هي حاجه جديده سي كو لا بروتيكسيون دو فلويديتي سور 4 ans هادي غادي نبغي نشرحها بلو بريسيزامون باسكو هي سي اون فونكسيون سي ان سيستيم ديفلوبي بار اوبو كي سو جينير اوتوماتيكمون سيتادير التليفون تيجدد راسو تلقائيا سور لي 4 ans لو تو دو فييسمون ابري 4 ans ديتيليزاسيون هو 1.84 يعني التليفون ميم ابري 4 ans la fluidité dialo, la performance dialo, la batterie dialo, l'état dial le smartphone dans sa globalité, كضرر بالنسبه ديال 1.84 même après 4 ans d'usage d'utilité dial le smartphone et donc le téléphone même après 4 ans ملي تشري كيبقى التليفون جديد. Après كاينه la particularité nouvelle chez Oppo اللي هي هذا le téléphone le positionnement dialo c'est un portrait expert. On a confirmé هادشي avec la caméra 100 mégapixels, c'est le seul smartphone ou bien le premier smartphone ديال Oppo اللي كيجي بدقه ديال 100 mégapixels ou portrait expert ou اللي كيعطيك plusieurs fonctionnalités caméra. Je vais juste dire que ملي تنبغي ناخذ التصويره ça va plus être une photo normale, ماشي غادي نجي نصور une photo normale. كاين on a des thèmes, on a des sous-fonctions باش يخليونا ناخذوا la meilleure photo possible selon l'environnement proposé. هذا le smartphone غادي يكون actuellement en précommande حتى le 3 mars, غادي يكون à partir du 4 mars disponible في l'ensemble des stores ديال Oppo, في l'ensemble عند les stores ديال les revendeurs. Ou غادي يكون بلو بري ديال 3699 درهم بالنسبه لا فيرسيون نورمال و ب 4799 درهم بالنسبه لا فيرسيون 5G. لي دو فيرسيون تيجيونا ب اون فادير لا كومبينيزون 8256 ولكن 8 كنزيدو على 8 ديال لا رام بلس لا تكنولوجي رام بلس دونك اوتوماتيكمون عندنا دي سمارتفون ديال 16 جيجا دو رام plus une capacité de stockage ديال 256 qui est largement performante par rapport à ce qui est proposé dans le marché actuel.